أخبرت عاصمة ولاية تيريزامور، حيث تنشط نسوة المدينة في تجارة من نوع خاص، وهي استجلاب الحجارة من ضواحي المدينة وتحويلها إلى مادة للزينة تباع في الأسواق. 50 عاما وهذه السيدة تعمل في مجال جلب الحجارة وصناعتها، تركيز مستمر وعمل دؤوب، لأن الحياة عندها عمل في سبيل العيش، وإن كانت عواملها حجر ومسمار، ومن كل مكان تأتي هي وزميلاتها بالحجارة في رحلة قد تستغرق 15 يوما وتكاليف مادية كبيرة. كل مليدة جاي منها هذا الملاح اللي هو نجيبه احنا على كرعينا، ونمشي كروات بياسر من الفضل ونمشي ونجيبوه، ونعطي شهر عينا 15 يوم، وعطينا نعطيه شهر 20، وعينا نعطيه شهر اقل من ذاك، قال احنا واللي اعطانا الزمن، وتو نجيبوه هنا تيغا نتبارك معاه هنا يردوه هذا اللي يريد اللي تراعي فيه، ونعدل منه ذا الخرز اللي تراعي فيه، ذا المصبوب وذا اللي معلق. من الحجارة يصنعن كل شيء، أثاث المنزل وزينة المرأة، القلائد التي تحيط الجيد والتي تمتاز بإسعارها الباهظة، إذ يصل سعر القلادة 150,000 أوقية إضافة إلى الخواتم وجماعات المفاتيح، بيد أن هذه الفكرة التي جسدتها بعض نساء الزويرات تعترضها مشاكل كثيرة. نعطوه ياسر ما بعنش، وين مولي ما شاء الله دا مولي يجي من نهارات اللي نبيعه، ويجي من نهارات مولي نعطوه نهارات واسبوع وذاك ما رينش ما بعن. ما انا من الخلق اللي يتحرك به يمشي شهر بريدات، ما ضغطش انا حد لا يتكلف بنو يمشي بينه، وحنا تشم العليات الضعيفات، فينا العليات الضعيفات اللي عندهم العائله، وفينا العليات اللي عندهم اليتامى ما يقدروا يحركوا عنهم، العليات اللي عندهم الطافلات، والعليات اللي عندهم العائله ما يقدروا يحركوا عنها، ولكن ما قطعنا حدا يمشي بينا، يتكلف هو ذاك التكاليف اللي نعود احنا نقدروا نمشوا معه، واحنا من انفاسنا ما قطعنا مشينا. لا يجينا الناس هنا فيها وتشتريه من عندنا. الخرز وبالحب الحر في الزويرات زينة النساء وعيشتهن، هي إرادة الحياة حين تتغلب على هاجس الخوف والكسل، إلا أن عمل هذه النسوة بحاجة إلى من يسعفه لينتشر محليا وإقليميا وعالميا برغبتهن. محمد عمر بلول، الساحل تي في، مدينة الزويرات.